يا مساء الفل على حضراتكم وعلى كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من 60 دقيقه ان شاء الله تكون كده حلقه مميزه كالعاده. النهارده في 60 دقيقه اكيد هنتابع كل الاخبار على الساحه المحليه من خلال اخبارنا اللي هتكون معانا لاول مره تسمعوها هنا، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديده واللي حصل بعد نهائي تشامبيونز ليج، وطبعا هنخوض جوله في السوشيال ميديا نشوف كده ايه اللي حاصل وايه الفيديوهات اللي موجوده. ولكن قبل ما ندخل في أي تفاصيل في حلقتنا النهاردة، لازم نقول ألف مبروك لفوز نادي الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة. مبروك للاعبي الزمالك، مبروك جهاز فني، مبروك لجمهور الزمالك العظيم، ومبروك أكيد لمجلس الإدارة. بالتأكيد إنجاز أكتر من رائع، كلنا فخورين بالإنجازات اللي بقت خلاص بتتحقق في الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية. شفنا من أيام النادي الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي، بنقول كمان للاعبين والجهاز الفني ألف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، مبروك لانجازات مجلس اداره النادي الاهلي، محقق انجازات كبيره جدا. كل التحيه والتقدير لكابتن محمود الخطيب والروح اللي موجوده بقت. شفنا لقطات في مباراه السوبر بتاع النادي الاهلي ونهضه البركان من كابتن محمود الخطيب، دي بتثبت ان دي روح النادي الاهلي، وده اللي شايفينه من لعيبه النادي الاهلي بتكريم اسطوره كبيره جدا زي كابتن محمود الخطيب. حتى السجده بتاعه كابتن محمود الخطيب، كل دي تفاصيل مش هتلاقيها غير داخل النادي الاهلي. ويا رب دايما الرياضه المصريه في انجازات، ويا رب الروح اللي موجوده دلوقتي تكون كده بدايه لمستقبل ان شاء الله كبير للرياضه المصريه. شفنا الزمالك ارسل تهنئه للاهلي، شفنا الاهلي على طول بيبارك لمجلس اداره الزمالك، وهي دي الرياضه، هي دي الروح الجميله اللي المفروض تسود بين المصريين في كل حاجه، مش بس في الرياضه، في كل التفاصيل، في كل اي حدوته لازم يبقى عندك كده روح حلوه. انت كسبت مبروك، خسرت هارد لك، بنحيي بعض، بنشجع بعض. هو ده اللي احنا نفسنا نشوفه في الرياضة المصرية وفي الشعب المصري صاحب التاريخ الكبير جدا. النهاردة حلقتنا فيها كواليس كتيرة